السلام عليكم. إن شاء الله اليوم نحكي على الـ Protected Mode. اوكي، دونك كان كاين ان بروبليم في الريال مود اللي خلاهم يجبدوا الـ Protected Mode. البروبليم اللي كان في الريال مود انه اي ابليكاسيون تكتب في اي بلاصه في الميموار، يعني عندها القدره، عندها الاوتوريزاسيون باش تكتب في اي بلاصه في الميموار. هذا ستان بروبليم، قد الابليكاسيون تكتب لك في ميموار تاع اوبريتينغ سيستم، دونك l'operating system يحبس مثلا ولا يكراش. دونك ليدي سي كو il faut pas l'application تكتب وين تحب في الميموار، لازم نديرو حاجه اون va دير نديرو تشيك ولا فيريفيكاسيون قبل ما تكتب l'application في الميموار، نشوفو اسكو l'application هذه عندها l'autorisation باش تكتب في الميموار الفلانيه. هذه لا نوسيون تاع l'autorisation ما كانتش كاينه في الريال مود. On va dire le 80-86. Donc, implémenter l'idée de l'autorisation le 82-86. Ce sera protected mode, yani un mode jdi. L'idée générale qui est la memory protection le 82-86 ou le protected mode, c'est quoi? C'est que, imaginez que vous avez la mémoire. Okay, مثلا, 286 عنده 16 ميجا بايت. اوكي 16، اش داروا؟ قال لك نديروا بوسيبيليتي تاع نقدر نقدروا نقسموا الميموار دي ريجيون. اوكي، يعني مثلا ندي لا ريجيون هذا. اوكي، مثلا تبدا من 5 كيلو بايت حتى ل 10 كيلو بايت، هكا اون ريجيون. نزيد ندي من ريجيون واحد اخرى من 10 مثلا حتى ل 12 كيلو بايت. اوكي، نزيد ندي من ريجيون واحد اخرى، ندي من ريجيون واحد اخرى. صح، دونك شا دارو؟ قالك نقسم الميموار دي ريجيون. اوكي، و شاك ريجيون، شاك ريجيون عندها من تبدا وعندها من تخلص. اوكي، وعندها عفسة اللي دخلوا هذا الترم جديد، عندها عفسة يسموهم لي بريفيلاج. اوكي، بعد هذه عندها بي ا مثلا، عندها بي دو، عندها بريفيليج نيميرو 3. اوكي، شنو زادو دارو؟ قال لك شاك ابليكاسيون مثلا اب ابليكاسيون قال لك نعطوها دي بريفيليج. اوكي، دونك هذه الابليكاسيون مثلا كي تجي راح تكتب، مثلا تكتب في اون ريجيون في لا ميموار، شي يدير السي بي يو والميموري مانجمنت يونيت شي با اكزاكتومون، يفيريفي اسكو لي بريفيلاج تاع لابليكاسيون هادي قد لي بريفيلاج تاع لا ريجيون هادي قلنا فيها لي بريفيلاج ولا اكثر منها. اون فادي لي بريفيلاج الا مثلا نحكو بهذه لا فاصون، مثلا المدير عنده دي بريفيلاج كبار، دونك يدخل وين يحب، يدخل مام للبيرو تاع خدام نورمال، مي لو كونتان ما يصراش. دونك الخدام نورمال كي يطلع البيرو تاع الديريكتور لازم يدوموندي لوتوريزاسيون يجي. اوكي، سينون بالك ما عندوش لوتوريزاسيون ما يقدروش يدخل هذه البلاصه. صح، هذه هي ليدي. اوكي، مي بروتكتد مود كيف امبليمونتها ريالمون في ال واسمو في السي بي يو تاع 80 و 86. الوغ قرعت شنو نورمالمون؟ Je pense comment dire, je fais une... ah supprimer, yes ça. Il fait implémenter l'idée derrière ça, on va dire tu as une table. Il y a une table, ok, une table. Elle est la table qui a des entrées, ok, il y a des entrées. Ça, chaque entrée هنا عندنا الميموار تاعنا مثلا 16 ميجا بايت. قالك شاك اونطري هي اللي تمثل لنا من ريجيون في الميموار، انت ديرها. اوكي، انت دير لاطابل هادي، دونك مثلا لونطري هادي تمثل لي هادي لا ريجيون، لونطري هادي تمثل لي هادي لا ريجيون، لونطري هادي تمثل لي هادي لا ريجيون. اوكي، في لونطري هادي في لاطابل شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها من تبدا، فادير ديبي تاع لا ريجيون هكا،
هذا الديبي تاع لا ريجيون، لا فان تاع لا ريجيون ولا سايز تاع لا ريجيون، ونلقاو لي بريفيلاج اوكي تاع لا ريجيون. دونك لونطري هادي هي تمثل لك تمثل لك هذه لا ريجيون، وتمثل لك ديبي لا فان تاعهم. مثلا تبدا من 5 كيلو تخلص في 10 كيلو اوكي. لا ريجيون هذه عندها بي بريفيلاج، عندها لي بريفيلاج تاعها اوكي. دونك هذه لا طابل اللي نشوفوا فيها هنايا هي اللي تمثل لنا التقسيم تاع الميموار، وشاك ريجيون تعطينا لي بريفيلاج تاعها اوكي. دونك هذه لا طابل في البروتكتد موش يسموها، يسموها جي دي تي، معناتها جلوبال ديسكريبتيف تيبل اوكي. هذا واش معناتها جي دي. وشاك اونطري في جي دي تي يسموها ديسكريبتور. ديسكريبتور صافي، علاش ديسكريبتور؟ معناتها تجي من ديسكريبسيون، معناتها لونطري هذه كي نشوفوها هي دير لنا لا ديسكريبسيون تاع لا ريجيون. بيان سور كي تعطيك الديبي ولا فان تاع من تبدا ومن تخلص لا ريجيون، يعطيك لي بريفيلاج تاع لا ريجيون. دونك بريسك سي اون ديسكريبسيون كومبليت على لا ريجيون. دونك هذا هو التقسيم، يعني لامبليمونطاسيون تاع التقسيم في البروتكتد مود. يعني كاينين من طابل سموها جي دي تي هي اللي تحتوي كاع على اون فوا دير لي زونطري اللي يمثلوا لي ريجيون اوكي. دونك هذه هي جي اون فوا دير، هذه كومون ديراج شاك اونطري قلنا تمثل في لي ريجيون ديسكريبسيون جي دي. دونك التقسيم تاع الميموار راه في الجي دي تي اوكي. دونك هذا هي بريس كليدي تاع البروتيكتيف مود، سي انك تقسم لا ميموار دي ريجيون، شاك ريجيون تعطي لها دي بريفيلاج. دونك لابليكاسيون قبل ما تكتب في اون ريجيون في الميموار تروح تكومباري اسكو لي بريفيلاج تاعها خلوها تكتب في لا ريجيون ولا لا. الا ما خلوهاش السي بي يو يخرج لي فوت اوكي، اكسبشن ولا فوت ولا حاجه واحده اخرى شي با اكزاكت. دونك هذه هي لي دي برينسيبال تاع بروتكتد مود. الخطره الجايه ان شاء الله نحكو بالديتاي فريمو على لابليمونطاسيون تاع ميموري بروتكشن، ميم نحكو على ترانسلاسيون تاع ميموار ادريس في بروتكتد مود اوكي. باسكو الترانسلاسيون تاع ميموار ادريس بروتكتد مود سي با لا ميم كيما الريال مود، باسكو الريال مود كنا مثلا راكيو كنا نقولوا مثلا كومون ديراج عندي دي اس دي بوان مثلا اسي، هكا كنا نقولوا دي اس هذا نضربوه فوا 10 اكزاديسيمون نزيدو له اس اي اللي هي اوفسيت. لا نوتاسيون تبقى هي في البروتكتد مود، مي دي اس يمثل حاجه واحده اخرى اوكي، ما يمثلش حاجه كما هي مود. الاس اي تبقى اوفسيت، دونك دي اس يولي يمثل حاجة واحدة اوكي. هذا ما كان، ان شاء الله نحكي عليها بالتفصيل الخطرة الجاية. هيا سلام.